التوفيق والنجاح للجميع. نذهب مباشرة إلى هذا الانطلاق والمسار لهذا الشوط. في مقدمة الشوط وفي المركز الأول من يتصدر الجميع هنا الفار، تعود الملكية لسيف بن علي بن سعيد الدرعي، هو في مقدمة الشوط. ولكن هنا يبدو التغيير مشاهدينا الكرام، والتقدم الملحوظ في هذه اللحظات ذعذاع لمكتوب سالم بن الحاس الشامسي، من يقدم لنا ذعذاع غير مباشرة إلى مقدمة الشوط. ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، المركز الثاني مشاهدينا الكرام مجد راشد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصور ينتقل مباشرة إلى المركز الثالث، من وصل في هذه اللحظات وانتقل انتقال ممتاز مشاهدينا الكرام. وصول مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات والتقدم الممتاز من وصل مشاهدينا الكرام غير مباشرة هنا يتقدم في هذه اللحظات شاهين، تعود الملكية والخروف سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي من يقدم لنا هذا الاسم. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث مجد راشد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصوري والواصل والقادم في هذه اللحظات، والمنطلق صوغان محمد بن سعيد بن محمد الوهيب ينتقل مباشرة إلى الوصول في هذه اللحظات من قبل الطليلي محمد بن حمد بن سالم العامري من يقدم الطليلي. الكل يتقدم، الكل ينطلق، الطموح الفوز والناموس، ولكن نعود وين؟ إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة، إلى المركز الأول. المقدمة والصدارة مجد راشد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، يا سلام، هو من يتقدم. ثاني المراكز الخروف سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي من ينطلق مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز. اما اللي في المركز الثالث ينطلق مشاهدينا الكرام صوغان محمد بن سعيد بن محمد الوهيبي، يا سلام، الكل بدا يتقدم، ولكن مجد 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 ما زال مسيطر في مقدمة الشوط في المركز الأول بالمسار الأول، يا سلام، هو من ينطلق، هو من يغير إلى الصدارة، ما سلم المهمة. ولكن الخروف، الخروف قادم، سعيد بن سليمان بن سالم الوهيب، يا سلام، مع الكيلومتر الأخير وصل مشاهدينا الكرام شديد سعيد بن حميد بن غاسي العمري من يقدم لنا شديد مع المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم مشاهدينا الكرام وينطلق صغار محمد بن سعيد بن محمد الوهيبي. نعود مع البداية، نعود مع مجد، يا سلام، مجد مجد ما سلم المهمة، مجد يكمل المسار للناموس والشوط في هذا الفوز والانتصار. مجد تعود الملكية لراشد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، يا سلام، وصل مشاهدينا الكرام الدكتور سعيد بن مظفر بن محمد العامري، يا سلام، هنا يتسلل ينطلق إلى البداية، يا سلام، مجد الدكتور، ولكن الدكتور يبي يعالج الناموس، يا سلام، مجد والدكتور، دكتور ومجد، مجد مجد الدكتور، الدكتور ومجد، الدكتور، الدكتور ينطلق، الدكتور يتسلل العامري، يا سلام، يبي يضيف النقاط الذهبية في هذا الصباح سعيد بن مظفر بن محمد العامري، يا سلام، مجد في المركز الثاني، تعود الملكية لراشد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، يغادر بالفوز الواصل هنا مع المركز الثالث. ولكن مشاهدينا الكرام هنا ينطلق يتقدم الدكتور، ودير البال، دير البال من اللي واصل مشاهدينا الكرام، ولكن الدكتور غادر بالناموس سعيد بن مظفر بن محمد العامري، يا سلام، المركز الثاني من وصل مشاهدينا الكرام اللي هو سراب سعيد بن علي الوهيبي في الامتار الاخيره، واجهنا المركز الثالث سعيد بن علي بن الحميد الوهيبي من قدم لنا سراب مع المركز الثاني. المركز الثالث ماجد اللي راشد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصوري. اما المركز الرابع كان من نصيب مشاهدينا الكرام اللي صوغان محمد بن سعيد بن محمد الوهيبي. خامس المراكز حتى مجاوز طبازه بن رغاش بن طبازه العامري. هكذا الفوز والابداع والانتصار هنا مشاهدينا الكرام. الدكتور 4 دقائق 29 ثانيه، ثلاثه من الاجزاء
تهانينا والناموس لسعيد بن ظفر بن محمد العامل المركز الثاني، اتى اللي هو سراب، تعود المكيل سعيد بن علي بن الحميدي الوهيبي، قدم عرض اشكر عليه في الامتار الاخيره واجهنا من حيث لا نعلم. 4:29.8 من الاقزاء، مجد في ثالث المراكز لراشد بن مبارك وسلطان بن قران، المنصور 4:30.35 من الاقزاء. تهانينا والناموس لجميع.